لكن في الفصول ونطالب بالخروج من الفصول، نطالب بالخروج منها على مدار اللحظة، على مدار الساعة. الأساتذة متواجدين عندنا ويطلبون بإفراغ الفصول. إلى أين نتجه؟ لا منظمات. قبل عام من الآن كانت الميليشيا قد طالبته أيضا بأن يخرج من منزله وأن يغادر المدينة التي لم يعرف غيرها وبمفردات جديدة عليهم، أبلغ أهالي مدينة حرض بأن حربان قد اشتعلت وبأن مناطقهم أضحت مواقع عسكرية مغلقة لا يمنح المدنيون الحق في البقاء فيها. غادر الأهالي معتقدين أن الحرب لن تطول وأنهم سيكونون خارج منازلهم قبل أن يقفلوا عائدين، لكن الأيام طالت والميليشيا توزعت في مختلف أنحاء حرض الحدودية، وأهلها حملوا الصفة الجديدة وصاروا نازحين موزعين بين مدارس بعيدة عن ربوعهم، ينتظرون أن يحل السلام في مدينتهم وقلوبهم. وفي لحظات كثيرة ربما تذكروا أن مدينتهم كانت لسنوات طويلة أرض اللجوء لعشرات الآلاف من القادمين من داخل البلاد وخارجها، وكانت ممرا لآلاف الحالمين القادمين من القارة السمراء. كل هذا غدا جزءا من خارطة الماضي القديم، أما حاضر المدينة فقد أصبح مختلفا كليا عن كل ما مضى، وبيوتها التي أسرعت في النمو خلال 20 سنة الماضية تبددت في أشهر. بدأت تماما عندما وصلت أولى قوافل الميليشيا المحملة بالحرب وبالرغبة في إشعال الحرائق وبخوض معارك، ضحاياها ممن لا علاقة لهم ولا صلة لهم بمشاريع الدمار الكبير الموزع على جدران المدينة التي فقدت ربيعها